صباح الخير يا عرب، واهلا وسهلا فيكم على متن رحله صباح الخير يا عرب في موسم الرياض. احنا الان في فعاليه من فعاليات الموسم اسمها سبيس ديسكفري، فعاليه تحاكي الواقع للفضاء وعالم الفضاء. وانا صراحه جالس الان وراح اربط الحزام، وانصحكم مشاهدين يعني تربطون الاحزمه، وخلونا نشوف هذا التقرير ونتعرف على المزيد من التفاصيل. أول معرض بقلبه قطع أصلية طلعت على الفضاء ونزلت، وأول معرض في جبنا أشياء من وكالة الفضاء الأمريكية ناسا. هذه مركبة طلعت على القمر، ونحن كنا محظوظين إنه قدرنا نجيبها على موسم الرياض. هذه نسخة طبق الأصل من المركبة اللي طلعت على القمر، من حيث التكوين، من حيث المواد، من حيث حتى التصميم. هذه مركبة محطة مير سوفيتية، هذه وقعت، هذه محطة طبق الأصل من الحقيقية. هذه كانت منافسة للمحطة الدولية اللي أنتجوها أمريكا وأوروبا، جبناها بكل تفاصيلها، ويمكن هي القطعة الوحيدة الموجودة في العالم حطيناها لأهل الرياض. احتفالية عالمية، كل العالم هنا موجود، حتى نحن تفاجأنا بمعرض الفضاء، الإقبال عليه، الإقبال الجماهيري أكثر بكثير مما كنا متوقعين. أهل الرياض كلهم بينظروا للنجوم كل الوقت. استمتعنا صراحة كثير في سبيس ديسكفري، وشفنا العديد من القطع النادرة اللي جابها موسم الرياض من وكالة ناسا الفضائية، ومن أيضا شركات كانت مشاركة وجابت هذه القطع وحسستنا أننا في الفضاء من خلال المحاكاة اللي احنا عايشين فيها صراحة. شكرا لكم على حسن المتابعة.